نحن هنا بمركز التكوين والتعليم المهنيين بدرارية. هنا وعلى مستوى إدارة المركز تتكدس مئات من الشهادات النهائية والتي تتوج المسار التكويني للمتخرجين. شهادات نهائية هي اليوم في انتظار أصحابها لاستلامها. عندنا 2500 شهادة ممضة، راهم واجدين، رانا نتصلوا بهم، راهم يجونا حوالي في النهار من 8 إلى 10 شخص. كاين اللي يجوا، كاين يقول لكم بعد، كاين الهاتف تاعو بدل الارقام، رانا نبعثوا لهم باغ بوست. ازيد من 13,000 شهاده سلمت لمتخرجي مراكز التعليم والتكوين المهنيين على المستوى الوطني في الفتره الممتده من 2 والـ5 نوفمبر 2020. عندنا اكثر من 130,000 شهاده ممضات غير مسلمه، يعني ان اصحابها ما تقدموش. جيت ندير الدبلوم الشهادة باش ندخل إن شاء الله يتفتحوا لي قلب باب وندخل نخدم. هذا وتحرص وزارة التعليم والتكوين المهنيين على تسليم كل الشهادات بمجرد استكمال المسارات النهائية مباشرة حتى لا يتكبد المتخرجون معاناة الانتظار لسنوات.